بالمناسبه احنا بنتكلم على الكابتن محمود الخطيب اللاعب وليس رئيس النادي. خد عندك بقى ادي الاهداف دي، الاهداف دي طبعا كلنا بنشوفها كتير وبيتالق فيها، واهداف ليها طابع خاص جدا. بص الاستلامه بصدره والعدله برجله اليمين والنط على الارض الكوره، وبعد كده يروح ايه شايطها. لا مهارات كبيره جدا جدا للكابتن محمود الخطيب، اهداف عديده قدر ان هو يحرزها وثبتت في اذهان المصريين. اهلاويه، زملكاويه، اسماعيلاويه، اي حد من الجماهير المصريه في الحقيقه ما يقدرش ينسى اهداف الكابتن محمود الخطيب، ما يقدرش ينسى مهاراته في الملعب. مهارات في الحقيقه صعب ان انت تلاقيها دلوقتي، وكل فين وفين كل كام سنه كده لما تلاقي لعيب كره بالمهارات دي. ومش هنكون بنبالغ طبعا، لان مش احنا بس اللي هنقول كده، الناس كلها اكيد بتتكلم كده، ان هو افضل لعيب في تاريخ الكره المصريه. يا نهار ابيض على الكره دي، يا نهار ابيض. لعبه حلوه جدا، الراجل لم وحط الكوره، مهاره. يا سلام يا سلام، فعلا تحكمه في الكوره غريب جدا، منتهى الثقه. الجول اللي يعني هدوء قدام كمان المرمى. مش عايز انا اتكلم كتير عن كابتن محمود الخطيب في الحقيقه، لان يعني في نجوم كبار جدا هم اللي اتكلموا عنه، وفي ناس كتير جدا عصروه هم اللي يقدروا يتكلموا عنه بشكل افضل مني بكتير جدا كمان. لكن اللقطات اللي انا بشوفها دي لقطات جميله جدا، وفي لقطات ثانيه انا كنت شفتها في احدى الصفحات على السوشيال ميديا، لقطات رائعة جدا ليه في مهاراته في الملعب وتحركاته وترقصاته للمدافعين. لا الراجل كان نجم كبير جدا، يستحق طبعا، يستحق في كل الأحوال انه يكون سفير لبطولة الأمم الأفريقية 2019. مش هو عشان اسمه محمود الخطيب، لا هو عشان إنجازاته. مش عشان هو رئيس النادي الأهلي، لا خالص، عشان إنجازاته، عشان بطولاته، علشان مهاراته الكبيره واهدافه الرائعه. وكان كابتن محمود الخطيب هداف اللاعبين في افريقيا في بطولات الانديه الافريقيه، كان 37 هدف لحد لما جه موبوتو اللي هو لاعب مازيمبي الحالي وعدى الكابتن محمود الخطيب. لكن فضل فتره كبيره جدا هو هداف افريقيا في البطولات الافريقيه، كان 37 هدف يعني. فالراجل ليه انجازات كبيره جدا مع النادي الاهلي. خليني اقول لحضراتكم بعض الارقام الخاصه بالكابتن محمود الخطيب. طبعا زي ما احنا عارفين هو فاز بالحذاء الذهبي، وفاز كمان بافضل لاعب في افريقيا عام 1983. هو في الاول اصلا انضم للنادي الاهلي من نادي النصر عام 71. اول مباراه رسميه ليه كانت امام البلاستيك في الاسبوع الثاني من موسم 72-73، كان يوم الجمعه 15 اكتوبر 72، وكانت اخر مبارياته الرسميه كانت امام الهلال السوداني. بالمناسبه المباراه دي تالق فيها، كنت شفت برضو لقطات ليها حتى وهو بيعتلص، كان بيتالق جدا في هذه المباراه. كانت في نهائي ابطال الدوري، كان يوم الجمعه 15 ديسمبر 87. خلال مسيرته كلها خاض 199 مباراه في الدوري، سجل كام؟ سجل 109 اهداف، ليكون اول لاعب في تاريخ القلعه الحمراء يحرز 100 هدف بقميص النادي الاهلي. بالمناسبه الكابتن محمود الخطيب، ودي مفارقه يعني مهمه قوي، مفيش اي مباراه احرز فيها هدف مع النادي الاهلي والنادي الاهلي خسر خالص. اي مباراه في تاريخ الكابتن محمود الخطيب مع النادي الاهلي احرز خلال هذه المباراه هدف او اهداف، النادي الاهلي لما يتعرض اطلاقا للخساره، بالتحديد في بطوله الدوري، انا بتكلم بالتحديد في بطوله الدوري العام. المباريات اللي احرز فيها اهداف بس اتعادل، يعني ما خسرش فيها الاهلي، اتعادل 8 مرات، لكن فيما عدا ذلك فاز في كل المباريات اللي احرز فيها اهداف. يعني فاز في كل المباريات اللي احرز فيها اهداف في بطوله الدوري مع النادي الاهلي، وتعادل 8 مباريات فقط وكان احرز فيهم اهداف. وكمان اختياره لمساهمته بالارتقاء بالكره الافريقيه، وده شيء مهم طبعا كشخصيه مصريه ليها مقوماتها المعروفه بكل تاكيد. الكابتن محمود الخطيب نجم كبير جدا جدا النادي الاهلي، كون ان هو ابن من ابناء النادي الاهلي ويتم اختياره كسفير للكره الافريقيه، او بالتحديد سفير لبطوله الامم الافريقيه، فده شرف كبير جدا طبعا للنادي الاهلي، وهو طبعا بكل تاكيد احد ابناء النادي الاهلي. فبالتالي اهداف كتير جدا وارقام كتير جدا خاصه بالكابتن محمود الخطيب. احرز 3 هاتريك في مسيرته، وهدفين او احرز ثنائيه 15 مره، وهدف وحيد 70 مره،
منهم 11 ضربه جزاء، حقق لقب الدوري 10 مرات، شارك في 18 مباراه في كاس مصر، سجل 9 اهداف وحقق 5 ألقاب من بطولة كأس مصر، شارك في 8 مباريات في بطولة 6 أكتوبر التنشيطية وسجل 4 أهداف، لذلك يكون قد لعب كابتن محمود الخطيب 225 مباراة، سجل من خلالهم 121 هدف، وشارك في 50 مباراة إفريقية مع النادي الأهلي وسجل 37 هدف، ده رقم حلو قوي يعني 50 ماتش جايب 37 جول، ده رقم ممتاز يعني. فبالتالي كده الكابتن محمود الخطيب في خلال 182 شهر لعب 275 مباراة، سجل خلالها 159 هدف، يصبح الهداف التاريخي للنادي الأهلي. في أفريقيا شارك الكابتن محمود الخطيب مع منتخب مصر في الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية 86 والوصول لأولمبياد موسكو 1980، و ما كانش شارك مصر طبعا ما شاركتش في هذه الأولمبياد بسبب الأسباب السياسية والأحوال السياسية في هذا التوقيت. كمان شارك في أولمبياد لوس أنجلوس 84، سجل الكابتن محمود الخطيب 37 هدف للأهلي في بطولات أفريقيا. يعني في أرقام كتيرة جدا جدا للكابتن محمود الخطيب، يعني لو فضلنا نتكلم عن الكابتن محمود الخطيب مش هتكفينا الحلقة النهاردة، هيبقى محتاجين حلقات أخرى. لكن هنا بقى الكلام اللي لازم نوجهه لبعض المسؤولين وبعض الاشخاص اللي ممكن يكونوا بيقارنوا نفسهم شويه بالكابتن محمود الخطيب. صعب شويه، صعب انك تقارن نفسك بالكابتن محمود الخطيب. احنا بنتكلم عليه كمان كلاعب، سيبك من كرئيس نادي، عشان ممكن يقول لك ايه اصل انت بتتكلم كده عشان انت في القناه بتاعته والنادي بتاعه وكلام من ده. لا لا خالص، احنا بنتكلم عليه كلاعب.